أن تقدم أبنائها الأوفياء فداء لهذه الأرض. النهاردة كانت جنازة شهيد شيء في منتهى الاحترام، البلد كلها والقرى المجاورة في الغربية كانت بتودع عثمان شهيد محمد عبد الدائب الغربية. دي صورة الشهيد، ولو عندكم فيديو يا شباب نشوفه، حاجة يعني جميلة، صور جنازة هيت. والحقيقة برضو زملائه في الجيش الله يرحمه نحسبه مع الصديقين والأنبياء في جنة الخلد إن شاء الله. والنهاردة كان ظهر اليوم صلوا عليه الجنازة فيه. معانا مراسلنا في الغربية الأستاذ هاني حسين. أستاذ هاني أهلا بيك. ازيك يا فندم محمد بيه وكل عام وانتم طيبين. الله يخليك. المشهد النهاردة الحقيقة يعني بيجدد الأسى وبيجدد أيضا يعني قانون الشهداء، القانون اللي بيخلي الشهيد يفدي بروحه لكي نعيش ولكي يحافظ على هذه الأرض. اوصف لنا المشهد النهاردة كان ازاي؟ المشهد النهاردة يا فندم هات صورة الجنازة يا ريس اتفضل. المشهد النهاردة خروج شعب الغربية بالكامل على أكمله حزنا وأسفا على روح الشهيد الشاب اللي راح في مقتبل العمر النهاردة من جماعة إرهابية لا يجوز أن يسكنوا هذه الأوطان الطاهرة الشريفة. أهالي الغربية النهاردة ودعت شاب النهاردة في مقتبل عمره راح ضحية الغدر والإرهاب. السيد اللواء أحمد، السيد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، السيد مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة، والمستشار العسكري العقيد هشام غرابة، وآلاف من المواطنين وشعب أطور والغربية ودعوا الشهيد إلى مثواه الأخير بالبكاء والحزن والسواد الأعظم على هذا الشاب الذي راح ضحية الإرهاب يا أستاذ محمد. محمد يعني الشباب رغم أن كان فيه زراغيث من النساء خرجت أثناء الجنازة لأبكانا جميعا، أن السيدات وأم الشهيد وخالته أنها اتزرغت وأنها بيندفن وكلهم بيقولوا احنا هنقدم كتير وهنقدم شهداء اكتر للبلد واحنا مش زعلانين، احنا مبسوطين واحنا بنودي ابننا الشهيد ان هو راجع لنا طاهر وشريف وملفوف في علم مصر وبيقدم تضحيات للوطن. الصورة يا استاذ محمد النهاردة يعني كانت بكاء وفرح، ما تقدرش توصف مشاعر الناس الناس عايزة تقدم ارواحها. كل النهاردة الشباب النهاردة بيقول يا ريتني مكانه، يا ريتني رحت مكانه. المنظر كان النهارده تلاحم الشعب كله وهو موجود في الجنازه، مشهد يعني بصراحه يعني هاني بصراحة. انا بشكرك، وانت بعتنا فيديو بس احنا ما لحقناش نعمله، انت بعته متاخر يعني، حاول تبعت بدري. انا بشكرك جدا.